Hi everyone, I hope you are doing well. إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير. اليوم أنا وياكم بأول محاضرة من المراجعة المركزة للصف الثالث. تعودتوا كل مرة أقول لكم صف سادس، بس هالمرة راح ندلل شوية جماعة الثالث بمحاضرات مراجعة لنص السنة. يعني راح تكون عندي 3 محاضرات، يونت أول، يونت ثاني، ويونت ثالث. إذا هاي المحاضرات كتبتها وياي ورقة وقلم بإذن الله راح توصل للمية. زين، راح نجي ويا أول موضوع هو أبسط موضوع عندكم اللي هو there is, there are والit has. أنا أعتبر هذا الموضوع هو موضوع واحد صراحة، لأنه سهل وما بتعقيد، مجرد أن لازم تعرف بوينتات معينة حتى تعرف تتصرف وياها. يعني شلون؟ يعني أنا عندي there is تستخدم المن للأفيرماتيف، يعني حالة الإثبات. قد يجيك فراغ او يجيك اختيار، بس انت اللي لازم تعرفه انه there is معناها يوجد في. دائما اذا اجتك there is لازم يكون بعدها يجي لو a لو an. ليش a و an؟ لان دليل على انه جملتي مفردة. انا من اقول is يعني مفرد، فمن يجي وراها a و an معناها انت عندك مفرد. يعني شلون يجي؟ يعني مثلا يقول لك فراغ a book، حلو؟ وبالاختيارات يقول لك there is no there are، انا عندي a book، وهي قالت لي الa والan للمفرد. فمجرد ما اشوف الa والan معناها انا اذا احكي مفرد ابتعد كل البعد عن الar، اختار فقط there is. زين، هاي there is اريدها بجمله عاديه، راح اقول لك there is an apple، there is an apple، واحتمال نفس الجمله اللي تشوفها حاليا قبالك يحط لك اختيار يقول لك there is لو there are. ما دام عندي آن و A إذا شنو قلنا؟ is. زين، بحالة النيجاتيف أريد أنفي آن there is، شو تصير؟ there isn't. ما دام أنت عندك is وده يقول لك نفي، مباشرة شو يجي ببالك؟ there isn't. زين، إذا question أريد سؤال شو راح نسوي؟ نقدم ال there، عفوا ال is طبعا تكون capital لازم لأن سؤال، على is there. فش راح تصير is there، وما انسى انه اذا عندي سؤال احط شنو؟ question mark. ليش question؟ لان سؤال ابوي، فلازم انت سؤالك يكون question mark. خلي بالك شغلة، ما دام عندي سؤال اقدم ال is على ال there، شو تصير؟ is there is، اكيد احنا صارعين هواي بالافلام is there anybody here، صح ولا لا؟ اكو احد هنا؟ زين، بعض الأحيان مو بس يجيك there is with there are، يجيك صيغة سؤال ثانية وجايبها بالوزارة اللي هي يقول لك is there a lawn big garden. راح تقولي زين انتي فهمتيني انه ال is للمفرد وال are للجمع، زين شنو هاي ال a وال an؟ انا شو راح اعرف اختار بين ال a وال an؟ باع ماما، اباوع على اول حرف من الكلمة اللي بعد القوس، أول حرف بعد الكلمة اللي بعد القوس اللي هي big. إذا كان الحرف علة، وأحرف العلة هي A O E I U، إذا هذا الحرف كان علة راح أختار an. أما إذا كان صحيح، يعني شنو صحيح؟ يعني مو من هاي الأحرف مو علة، راح أختار A. فأباوع أقول هل البي حرف علة؟ لا، إذا راح أبتعد عن الآن. منو أختار؟ A. أقول is there a big garden، وبما أنه هو سؤال لازم question mark. Is there a big garden؟ زين، there is a box، أريد هاي الجملة سوي ليها negative. There أول ما أشوف كلمة negative معناها شنو؟ معناها نفي. زين، وش عندي؟ عندك is، انفيل ال is. there isn't a box نقطة. ليش قلت isn't؟ لأنه نيجاتيف. إذا اللي أفتهمه إنه there is للمفرد تجي دائما، لازم يكون بعدها a و an. إذا أردن فيها there isn't، إذا أردت ألبيها is there، ودائما وياها ال a و ال an. شلون أختار بين ال a و ال an؟ إذا كان أول حرف بعد القوس علة راح أختار an، وإذا كان أول حرف بعد القوس صحيح راح أختار A. هذا كل ما يخص there is. زين، نيجي على there are، المن تفيد الجمع، ودائما تلاحظ بالجملة أكو money lots of few lots of وany.
هاي المصطلحات إذا لقيتها موجودة بالجملة مالتك معناها أنت عندك جمع وليس مفرد. لعد شلق إذا أعرف مفرد لو إيه لو آن، إذا خلينا متفقين إيه وآن مفرد. إذا هاي المصطلحات any a lot of money lots of معناها أنا عندي جمع. زين يا أريد هاي there are بالنيجاتيف، وين أباوع على ال are؟ there aren't there aren't. إذا أريدها أنا question أقدم الفعل المساعد اللي هو ال are على ال there، وش تصير are there are there. زين عندك في الوحدة كلش مهمة، أنا صح قلت لك money a few a lot of any، عندك الاني كلش مهمة ودائما يحبها بالوزاري دائما يجيبها. ليش؟ لأنه الاني اللي يميزها إنه أولا لازم تكون الجملة يعني جمع، مستحيل تجي ويا الإز، هاي أولا. ثانيا يجب أن تكون الجملة لو منفية لو استفهامية، وركز وياي، يجب أن تكون الجملة أما منفية أو استفهامية. تمام؟ مثلا طيني مثال. اوكي هو هذا وزاري نصا يقول لك فراغ any cars here. انتبه اولا انا ايش عندي any، واذا انا ايش عندي نقطه معناها انا ما عندي سؤال. باع ابويا من تلقى بنهايه الجمله مالتك question mark دور لي على ال is there وال are there لانه بين سؤال. لكن لما تلقى عندك انت نقطه استبعد كل البعد السؤال، انا ما عندي سؤال معناها ماكو شيء اسمه are there لو is there. زين بما انه انا عندي any وعندي شرط من الاني يقول انه الجمله لو استفهاميه، ما دام ما عندي عامل استفهام اذا مو استفهامي او منفيه. زين يعني الاني ما تجي ويا الجمله العاديه، فهنا يقول لي there are there there aren't. استبعدنا there are السؤال لأن ما عندي question mark، وبما أنه هي any ما تحب الجملة العادية لو منفية لو السؤال استفهام، لا منفية أي صح لو استفهام. زين أنا لعد منو بقى عندي؟ بقى عندك بس النفي. إذا إيش راح أقول؟ راح أقول there aren't any cars here. اصلا انت اذا تباع الجمله زين تلقى عندك كارز جمع، معناها لازم اختار ار، انا اصلا ابتعد عن شيء اسمه از. زين نرجع بصوره سريعه، ذير ار تفيد المن الجمع، اريد انفيها ذير ارنت، اريد اسال بيها ار ذير. زين من الامور اللي تجي دائما تدل انه انا فعلا دا احكي بالجمع، انت عندك ماني، عندك افيو، عندك ا لوت اوف، عندك لوتس اوف، واني. اني اهم وحده بيهم. ليش اني اهم وحده بيهم؟ لانه الاني تجي ويا الجمل اما منفيه او استفهاميه، اما منفيه او استفهاميه. اوكي وشغله ثانيه، اذا جتك جمله باوع على نهايتها، باوع بيها question mark لو نقطة، إذا question mark تركيزك كله يكون is there لو are there لأن هذا استفهام. أما إذا كان عندك نقطة لا معناها هذا نفي، أما there aren't أو there isn't حسب الجملة وحسب إيش عندك أنت مفرد لو جمع. زين آخر شيء بكتابكم والإضافة اللي ضايفيها هسه بالجديد لكتابكم وركزين عليها، ما دام اكو اضافات جديده بالكتاب خلي هاي ملاحظه ببالك، ما دام اكو اضافات جديده بالكتاب معناها بالوزاره هي هاي راح اركز عليها بهاي السنه، اسئله هاي السنه. من ضمن الاضافات كانت اتهاز، انا من قبل من شرح ثالث صراحه من اجي اوصل يم الاتهاز انطي الطالب شغلتين واروح اقول له اعرف شلون تنفي واعرف شلون تسوي بها سؤال، هذا المطلوب من عندك لا تدخل بالتفاصيل ابد. الاتهاز الاتهاز دير بالك تقول لي it hasn't، هذا الهاز هو فعل رئيسي، فعل شبي أبويا رئيسي، يعني كأنما إذا أقول لك she eats she eats، من أقول لك أنت تقول لي eatn't أكو هيك شيء بالإنجليزي إحنا نفي بالفعل نفسه؟ لا، فأنت من تقول لي hasn't تنفي، أنت تنفي بالفعل وأنا ما عندي شيء بالإنجليزي اسمه أنفي بالفعل، أنا عندي أنفي بأدوات نفي اللي هي أما دو أو does، أما دو أو does. واصلا موضوع الـ present simple هذا راح ينشرح بالمحاضره رقم 2 اللي هي باليونت الثاني، الـ present simple ينشرح بمحاضره رقم 2 اللي راح تخص هذا الموضوع شويه بها. لكن انا هسه اللي اريده من عندك كل شيء انه يا ابني اذا اجتك it has وقال لك negative تقول له it doesn't have، وياي نفي it has it doesn't have،
نبيل it has it doesn't have. أريد أسوي وياها سؤال does it have does it have. هاي حفظ مثل اسمك حرفيا. شنو اسمك؟ هذا ينحفظ. أعيد نفل it has it doesn't have. نفل it has it doesn't have. سؤال does it have. سؤال does it have. هاي احفظها ببالك. يجيب لك جملة عادية يقول لك طبعا هنا ال it has تجي مع المفرد والجمع. يقول لك it has many cars مثلا أو it has many engines. خلينا نقول ده يحكي على سيارة فقال بيها محركات engines لو فرضا. يابا هاي الجملة أريد أسوي ليها نيجاتيف. أنت راح أسوي؟ راح تقول ما دام عندي it has هي قالت لي it doesn't have راح أقول it doesn't have many engines نقطة. واضح؟ زين ننتقل بعدها للموضوع الثاني. زين نجي على الموضوع الثاني اللي هو كلش سهل وكل تكون تحبوه اللي هو tell the time. انا شلون انطيك الوقت باللغة الانجليزية؟ طبعا هي اكو طريقتين لكن انت ما مطالبة بطريقة معينة. انت مجرد يقول لك tell the time انت تنطي الوقت. انا راح اشرح لك طريقة واحدة وجدا سهلة وتقدر تطلع منها بالامتحان. لما يجيك الصيغة كالتالي يقول لك tell the time او telling the time وينطيك وقت معين. انا حاطت لك هسه حاليا بالستة والدعش دقيقة. شلون راح اقرا الوقت هسه اني؟ باو علي. اول ما اقرا الوقت نقرا بالبداية الساعات ثم الدقائق. الساعات ثم الدقائق. يعني راح اقول it is. شو راح اقول؟ it is 6:11. شو راح اقول؟ it is 6:11. الساعة بالستة ودعش دقيقة. هاي في حالة لو جدتي عادية. نقرأ بالبداية الساعات ثم الدقائق. الساعات ثم الدقائق. زين راح تجي تقول جلسة إذا عندي كانت الساعة أكثر من 12. إذا كانت الساعة تبه علي الساعة الدقائق ما لها علاقة بيها أكثر من 12 تنقص من عندها 12. إذا يعني كانت الساعات أكثر من 12 يعني باعت للساعة هنا أنا لقيتها 20 24 23. شو راح أسوي؟ كل ما تكون الساعة أكثر من 12 نقص لي من عندها 12. الناتج هو الساعة. يعني شلون؟ يعني أنا ما لي علاقة بالدقائق إيش قد ما تكون تكتبها. عسى ما 50 اكتب 50 عسى ما 40 40. لكن الساعات إذا زادت عن 12 نقص لي من عندها 12. 20 ناقص 12 8. 20 ناقص 12 8. إذن بيش الساعة؟ راح أقول it is 8. it is 8:12. طبعا مشكلتكم تعرفون وين؟ مو بالساعات ولا بقراءة الساعات. مشكلة الصف الثالث الأزلية إنه هم ما حافظين الأرقام. يعني أنا نادرا ما أجي طالب حافظ الأرقام. أبوي هاي مشكلة ترى مشكلة كلش كبيرة. أجي أحط الأرقام من 1 إلى رقم أنت تحتاج إلى 60 كلها ورقة وقلم وأكتبها. تمام حرامات انت تغلط بالاملاء بارقام. اذا كنت متفقين اذا الساعة كانت 6:11 دقيقة نقرأ الساعات ثم الدقائق. كل ما تزيد الساعة عند 12 انقص من عندها 12 الناتج هو يكون الساعة مالتي. زين اذا اجت الساعة ضبط الساعة بالعشرة بالضبط شو راح اقول؟ it is 10 o'clock. it is 10 o'clock. الساعة بالطنعش ضبط. عفوا أنا زقت يوم الساعة بالعشرة ضبط. هاي o'clock معناها ضبط. إذا أنت عندك بس ثلاث حالات. إذا زادت عند 12 نقص من عندها 12. إذا جت وياها صفرين تقول o'clock. وإذا عادية بس تكتب الساعات ثم الدقائق تقدر تحط بيناتهم هذا space الصغير. هذا كل ما يخص الوقت. نجي على الموضوع اللي بعده اللي هو the present continuous. المضارع المستمر. انت عندك موضوعين، عندك مضارع مستمر وعندك ماضي مستمر. المستمر اسهل بهوايه من البسيط. ليش؟ لان قاعدته مبينه. بس اقول لك مستمر اي ان جي، بس اقول لك استمراريه اي ان جي. زين يعني مثلا اني دا ادرس، اني دا اشرح، بعدني انا دا اسوي، دا اشرح، هاي دا اشرح، دا اكل، دا انام، هاي اي ان جي، هاي معناها استمرارية. إذن قاعدة الـ present continuous تقول
فاعل، أما is أو am أو are زائد الverb شنو بي؟ ing. أعيد، عندك فاعل is أو am أو are، الverb ما تكش بي ing. زي هسا حنقسم، منو ياخذ is، منو ياخذ am، منو ياخذ are؟ إذا كان عندك he و she و it إيش ياخذون؟ is. he و she و it إيش ياخذون؟ is. إذا I ف am. أما إذا كان عندي they we you ياخذون are. إذا خلينا متفقين، القاعدة تقول sorry subject is am are verb with ing. حلو؟ حلو. شنو الأفعال المساعدة is ولا am ولا are؟ إذا are then في منين أنفي؟ بالفعل المساعد. أنت ما دام عندك فعل مساعد بجملتك أبد لا تشيل هم النفي وأبد لا تشيل هم للسؤال، لأنه بالنفي ال are شو تصير؟ aren't. ال is شو تصير؟ isn't. الآم شو تصير؟ am not. إذا أريد أنفي وعندي is و am و are، ال is isn't، ال are aren't، والآم am not. جملة عادية مفهومة جدا. زين، ستجاوب لي إياها بالامتحان وما قال لي present simple، أنا شلون أعرف؟ تعرف من خلال الظروف أو اللي تيجي دائما ويا الجمل يسموها الادفيرب. شنو هي الادفيرب اللي تيجي ويا الكونتينيوس؟ أما راح يقول لك now أو راح يقول لك at the moment. أنا مثلا أقول I'm teaching now، أنا هسه دا أدرس بهاي اللحظة، أو أقول at the moment في هذه اللحظة. now at the moment وحتى right now، وحتى right now هم معناها الآن، كلها تجي ويا منه؟ تجي ويا المضارع المستمر اللي هو بوقت الكلام. هسه أنا دا أحكي هسه دا أسوي هاي الشغلة. زين، جملة دائما تتكرر the students، وركز لي على الاس، يعني جمع الطلاب play tennis present continuous، او احتمال ما يقول لك present continuous، احتمال يقول لك now. مين قال لك now؟ خلاص بعد انطاق ظرف انت تعرف يا زمن هذا. زين، انا راح اجي اصلا اقول ده يقول لي present continuous نعطيني جمع، انا ايش قلت؟ اذا they we you are. إذا أتذكر القاعدة بالبداية، أقول القاعدة تقول subject زائد أما is أو am أو are وverb with ing. أنا عندي students جمع، هم طلاب، إذا إيش ياخذون؟ ياخذون are لأن جمع. زين، ولا play شو أضيف لها؟ playing ing. واضح؟ الجمل اللي هواية تتردد بالوزارة هي هاي الجملة My friend and I، صديقي وأني، اثنيناتنا قصرنا اثنين. أغلب الطلاب بس يلقى الآي وحط آم، ما يصير أبوي. أنت عندك صديق وأنت، أنتوا قصرتوا اثنين. إذا مفرد لو جمع، لا جمع، أقول My friend and I are visiting my uncle. واضح؟ ست ليش قلنا R وإحنا عدنا I؟ ابني هو ماذا يقول بس I؟ لو قايتني بس I، إي والله أقول I am visiting، لكن دي يقول my friend and I، أنا وصديقي. قصرنا اثنين. هاي الجملتين اللي دا تشوفها أكثر جملتين متكررة بوزاري. زين، يعني أما يقول لك students ما بيها S فصير is، أو يحط لك بيها S فصير R. ودائما يقول my friend علي and I، هدى and I، المهم اثنين. فالطالب هنا عباله اي يقول يحط ام، مثل اقول ماي فريند اند اي ام، بيصير انا دا احكي على اثنين، اذا تاخذ ار. زين، كل ما يخص البريزنت كونتينيوس انا اريدك تعرفه القاعده شلون ينفي والظروف، هاي الاشياء انت مطالب بها. زين، اخو المضارع المستمر، الماضي المستمر بالضبط نفس الشغل، الماضي المستمر ماكو شيء احنا ما نعرفه، بس القاعده، القاعده بشنو تختلف؟ شو تقول القاعدة مال الماضي؟ بدل الإز والآم والآر راح تقول was where، فاعل إذا كان مفرد was، وإذا كان جمع where verb with ing. يعني شنو إذا كان مفرد إذا كان جمع؟ يعني أنا عندي ال I he she it تأخذ was، وهواية من عندكم يغلطون بالwas والwhere. ال he والshe والit والI تأخذ was، إذا they we you تأخذ where. إذا جماعة الجمع where وجماعة المفرد was. إجينا على آخر مثال بالcontinuous، يقول he run fast وحاط لك بين قوسين past simple. بالأمانة أغلب الأسئلة الوزارية لما تراجعها
تلقى حاط لك بين قوسين المطلوب من عندك، خصوصا صف ثالث يعني، هاي حركات مال ادفيرب يستخدموها بالثالث، الثالث لا يكون واضح وياه، اريد من عندك فلان شيء. فنانا يقول لي هي ران فاست وي ريد باست كونتينوس. وانتبه ماما من بين الباست والبريزنت اكو فرق. فانا ايش راح اقول؟ راح اقول هي زين الهي تاخذ واز لا وير واز هي واز والفعل احط له اي ان جي ران يضاعف الان ويضيف اي ان جي. قبل لا اقول لك انتهى هذا الموضوع اريد من عندك فد شغله صغيره بس. انت تعرف الفيرب وذ اي ان جي او اضافه الاي ان جي شنو الرولز مالتها؟ اعتقد اغلبكم ما يعرف شنو قاعده اضافه الاي ان جي، فركز وياي. الفعل اني اضيف له اي ان جي اذا انتهى باي مثل الفعل تيك يحذف الاي ونضيف اي ان جي. اذا خلينا متفقين كل فعل ينتهي بالاي عند اضافه الاي ان جي شو يصير بي؟ يحذف. زين اذا كان الفعل ينتهي بحرف صحيح واحد يسبق حرف عله واحد يضاعف الحرف الصحيح وش اضيف له؟ اي ان جي. مثلا ران هسه اللي قبل شويه سويناه هذا شنو هو؟ صحيح قبله عله، اذا اضاعف واضيف اي ان جي. زين الايت اضاعف بيها لو ما ضاعف؟ لا ما راح تضاعفين. ليش؟ اغلبكم راح يقول لي هذا مو صحيح وقبله حرف عله. انا ايش قلت؟ حرف صحيح واحد يسبق عله واحد، هاي كم عله؟ علتين، اذا ما ضاعف اي ان جي. زين الافعال اللي تنتهي بالاي اي واللي هي وايد تجي هسه حاليا لاي او مثلا عندي الفعل تاي شو يصير؟ يقلب الاي اي الى واي اي ان جي. داي يقلب الفعل الاي اي الى واي اي ان جي. That's all. اوكي ايضا هاي هنت بسيط على اضافات الاي ان جي، كل فعل ينتهي بالاي يحذف ويضيف اي ان جي. اذا قبله اذا انت على الفعل من النهايه قول صحيح عله صحيح اضاعف، ما صارت عندي هاي الحاله ما صحيح عله صحيح ما اضاعف، لان علتين وصحيحين ممنوع الا اذا ضاع صحيح، هذا صحيح هذا عله هذا صحيح، بهاي الحاله فقط اضاعف. خلينا ننتقل للموضوع رقم 4 اعتقد او 5 ما اتذكر. يلا نجي على موضوع الريلي والكوايت اللي هو من مواضيع كلش سهله تقدر بالدرجه الاولى على المعنى، يعني اذا معناك قوي تقدر تحل، اذا معناك لا هم تقدر تحل. شلون؟ انا راح اقول لك شلون. طبعا انت عندك جمل بالمنهج الجديد ضايفين اضافات جديده وانا كل اضيفها ترى، يعني الاشياء اللي ضايفيها جديد انا دا اخليها حتى تكون بالصوره، وراح اقول لك هذا اضافه وهذا لا. اوكي انا ريلي والكوايت من زمان من اشرحها صراحه اقول يعتمد على المعنى، اذا شفت الجمله مالتك قويه وبها خطر على حياتك او جمله قويه. اول جمله انا عندي اللي هي the machine is dangerous. انا قلتك قبل شويه اذا جملتك كانت خطره او يعني شيء اذي صحتك او على حياتك فاكيد راح يكون ريلي. اذا شيء عادي امتحان موضوع بسيط كوايت، فخلي ببالك ريلي معناها حقا، كوايت نوعا ما يعني مو كلش الموضوع جدي. فانا من اجي اقرا الجمله the machine is dangerous you have to be careful، مبين انا لو كتبت هاي الماكينه خطره يدير بالك. زين كلش خطره راح اقول really dangerous، هاي الماكينه صدق ترى خطره يدير بالك من عندها. اثنين the exam، من قال الاكزام انا افتهمت the exam was difficult كان صعب but not like the last year، بس مو مثل ذيك السنة، إذا يعني شوية صعب مو مثل ما ذيك السنة، إذا كوايت. بعض الأمور اللي ممكن تفيدك أنا كاتبتها، إذا كان عندك قبل الفراغ A و on تختار really. إذا إجتي قبل الفراغ A و on أحفظها أقول A really. A really. وهي صراحة ما تيجي on يعني لحتى أكون صادقة ماكو on really. هي A really. A really. It is a really safe car. هي صدق سيارة آمنة. من نشوف عندك A قبل الفراغ قول really. ومن نشوف بعد الفراغ عندك A لو on لا قول quiet. إذا quiet تجي إذا إجا بعد الفراغ A لو on متفقين quiet. إذا قبل الفراغ really. حتى أحفظها أقول a really. A really. معناها دائما الـ A تجي قبل الفراغ. الإضافات الجديدة لنيو ثينكس هاي الجملتين. I think so. I think safety is فراغ important. It's the only thing I look for.
اعتقد انه تكون السياره امنه هو الشيء الوحيد اللي انا اريده. هل انه امان تكون السياره امنه شيء مهم لو مو مهم؟ هل هذا الشيء راح ياثر على حياتي؟ طبعا. اذا really شو يقول؟ يقول I think safety is really important، يعني حقا شيء مهم. أنا بعد أحكي على أمان، أكو بعد أقوى من عنده. اثنين I bought my phone 3 years ago. موضوع على التليفون أكيد ما راح يكون كلش مهم، مبين. So it is really quite old now، يعني هو نوعا ما هسه قديم ما دام هو مشتري من قبل 3 سنوات، إذا quite old. الملاحظة الأولى والأخيرة طبعا ركز على آخر جملتين لأن ذني بمنهج جديد. إذا يحكي على سيبيتي أمان، على خطر، على صحة really، إذا كان يحكي على امتحان، على تليفون، على أي شيء إحنا ممكن نشتري quite. وإذا إجا قبل الفراغ إيه معناها really، وإذا بعد الفراغ إلو آن معناها quite. هذا كل اللي أقدر أنطيك عن هذا الموضوع لأنه أصلا مو ذاك الموضوع الخطير لهنا. بس الموضوع اللي وراه describing people، أنا من أجي أوصف الناس أرتبهم حسب أمور معينة، يعتبر من المواضيع السهلة جدا. أنا مرتبته بهاي الطريقة اللي هي راح عش لجم، يعني شنو تقصدين هاي غير عبارة؟ ضع علي الراء رأي، هاي الإنسانة beautiful جميلة wonderful حلوة، رأيك أنت بالعالم شنو؟ هاي أولا تخلي لي إياها. حاء حجم، إذا عندك مثلا size big هاي الأمور، أي شيء tall short أحجام فتحط لي إياه تصنف لي إياه. ثاني شيء عين، عمر old young هو كبير صغير، هاي وين تصنف لي إياها؟ ثالث شيء شكل، شكله ugly قبيح لو beautiful جميل. العفو أكثر شيء تجي على الشعر curly مجعد straight عدل، أو الوجه مات round مدور، هذا يسموه شكل، شكل الشعر، شكل الوجه، شكل العيون شلون كبيرة صغيرة. إذا شين شكل تجي بالترتيب الرابع، لام لون اللي بعدهم black yellow أيا كان، جين جنسية، شنو جنسية؟ إيطالي إيراكي مدري شنو، هو شنو أصله يعني جنسيته هو أصله. آخر شيء ميم مادة، هاي الشيء من شنو مصنوع؟ من الكوتون gold silver diamond، هاي يسموها مادة steel wood wool، هاي الأمور اللي هي المادة. أنا أريدك تحفظ هاي العبارة راح عش لجم، وكل حرف من عندها يدل على فشي ترتيبه بالصفات بالسرة. يعني أول شيء رأي، ثاني شيء لازم يكون عندك حجم حتى أكتبها حتى تنقلها، بعدين عمر، بعدين شكل، بعدين لون، جنسية، مادة. أعيد، رأي، حجم، عمر، شكل، لون، جنسية، مادة. وحتى ما أنسى خلي هاي العبارة قبالي وأقسم عليها وبعدين أبدأ أرتب. شلون يجي بالامتحان؟ هذا اللي يجي راح يقول لك she has فراغ hair، رتب لي الصفات. عندك بلاك أكتب عليها لام لون، beautiful رأي، curly شكل. من يجي بالبداية من ذولي؟ أول واحد يجي الرأي، يعني إيش راح أكتب؟ راح أكتب beautiful. زين من يجي بالبداية الشكل لون؟ لون الشكل، يلا اللون. إذا إيش راح أكتب؟ curly وآخر شيء black. عرفت شلون ترتب الصفات؟ على الآن العبارة أنا قلت لك إياها، I have Italian old wonderful watch، عندي ساعة إيطالية كلش حلوة. زين الإيطاليان هاي جنسية جيم، old هاي أنا أصنفها حسب العين عمر، wonderful حسب الرأي. زين أنا أول شيء من يجي عندي wonderful أكتب wonderful. زين العمر لو الجنسية عمر old Italian، انت بس تلوط ذني تقوم بس ترتبها هي وترتب حسب العبارة اللي انا انطيتك اياها. الموضوع اللي هو ما قبل الاخير giving reason، شنو giving reason؟ اعطاء سبب. انا اجي اقول لك انا يوم ما رحت للدوام او عفوا مثلا 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 السيارة مالتي اليوم عاطلة لانه ما بيها كذا، لانه ما بيها بنزين، لانه ما ادري شنو. زين انا اقدر اذا سيارتي بيها مثلا شو اسمه هو ريكوردر او اذا بيها مسجل، يعني انا اقدر اسمع اغاني.
زين اذا سيارتي ما بيها اير كونديشنر انا راح احتر، دا انطيك سبب لان عندي هيك راح يصير هيك. نفس الموضوع، كم قاعده بيه؟ قاعدتين. الاولى احط الجمله الاولى so that you can او can't، so that you can او can't، انت تستطيع او حسب، لا تستطيع حسب الجمله. جمله ثانيه، جمله اولى to help you، يساعدك حتى كذا وكذا. انا عندي بسيارتي جي بي اس حتى يساعدني ما اضيع، انا عندي بسيارتي كذا مثلا اوردر حتى سوري ريكوردر حتى يساعدني اسمع اغاني، هاي حتى يساعدني حتى استطيع. هذا سبب يعتبر اعطاء سبب، اوكي. فاحفظ عندي انا قاعدتين to help you واثنين so that you can. للأمانة اللي لاحظت بالأسئلة الوزارية دائما يجي على شكل فراغات، لذلك أنا حطيت لك فراغين من أهم الفراغات إضافة إلى فراغ من ضمن المنهج الجديد أيضا ضفت لك إياه. يقول cars has bluetooth اللي هي هاي الجديدة، cars has bluetooth connection so you can get lost listen to music. أنا إذا أكو bluetooth connection أضيع لو أسمع أغاني، طبعا أسمع أغاني، إذا listen to music. GPS sorry car has GPS، إذا سيارتي بها GPS to help you لو because help you to help you، هاي دائما تجي. أو يقول لك cars have GPS so you can لو cannot lost، إذا سيارتي بها GPS أضيع لو ما أضيع، طبعا ما أضيع، إذا cannot هم أيضا وايد تكرر هاي الجملة. هاي الفراغات تحفظ ليها خصوصا الفراغ الأول لأن يعتبر من ضمن إضافات المنهج الجديد. بعد لنا موضوع واحد وننهي المحاضرة. يلا ستند. أوكي يلا ست، يلا أنا سويت ريكورد لنفسي يا جماعة. هاي إبرون، هاي قاعدة طبعا شنو أسين قاعد وريت تاع اللي وين الزر اللي يسوي ريكورد، فأنا مدليته. آخر موضوع عندي أنا اللي هو describe أو polite description. شنو polite description؟ أنا اليوم من أشوف واحد سمين عم أقول له تسمين. ياسين ترى مهمك، لما أشوف واحد كلش ضعيف عم أقول له ضعيف، قصير عم أقول له قصير. أنا طب ليه زين زين أنا شلون ممكن أخلي جملة أكثر أدباً؟ أقول له تدري أنت شوية سمين، هاي شوية تخلي الجملة واتك شوية بولايت أكثر. أقول له أنت شوية قصير، أوكي هاي اللي شوية تفرق، يصير بولايت ديسكريبشن، يصير وصف مؤدب. زين أنا إيش كاتبت لك؟ الأمانة أنا هذا الموضوع أسوي عباك رياضيات، يعني شلون؟ يعني أقول لك إذا لقيت بالجملة الأولى is وبالجملة الثانية is فخلي لي a bit، يعني شلون؟ she is fat هي سمينة، she is فراغ راح تلقى كاتب لك fat. زين انا شو اخلي هنا؟ أنا اخلي a bit اللي هي معناها قليلا، هي شوية سمينة، تحس يعني انت سمينة لو انت شوية سمينة الجملة شوية خفت، يعني بعدها انا احسها impolite بس يعني شوية احسن. تمام اذا الجملة الاولى is، الجملة الثانية is، شو اخلي a bit. اثنين لقينا بالجملة الأولى is ولقينا بالجملة الثانية isn't، نخلي very زائد صفة معاكسة للصفة الناطينية، يعني she is lazy هي كسلانة، she isn't أحط very وصفة معاكسة للazy clever أو smart إذا ما أريد أقول clever. شنو معناها؟ هي كسلانة، هي مو كلش ذكية، هي مو كلش ذكية، أحسن ما تقول هي كسلانة. إذا من ألقى بالجملة الأولى is وبالجملة الثانية isn't، شخلي very زائد صفة معاكسة، very زائد صفة معاكسة. إذا لقيت عندك بالجملة is ب is ولقيت عندك bad، الباد الجملة تعاملها معاملة الحالة الثانية، يعني باع علي. She is bad at English. She is راح تقول هم عندي is و is أخلي بت، لا لا تنسى عندك bad. ما دام عندك bad، طبعا هاي هواية مكررة وزاريا جماعة الباد، هواية مكررة وزاريا. باع أبوي أنت من تلقى عندك is ب is أوكي أنا وياك، أنت قلت لي إذا is ب is أبت، بس إذا لقينا عندنا bad لا الموضوع يختلف كلش هنا، لأنه إذا عندنا bad لازم نسوي الجملة نفس الحالة الثانية، يعني هاي الإز أنا من يمي أنفيها، أقول she is bad at English، she isn't very good،
at English هي مو كلش زينة بالإنجليزي، أحسن ما أقول هي سيئة، خليتها أقل أدب. أوكي cannot و cannot. إذا لقيت can't ب can't بالجملة مالتي شو أخلي؟ أخلي الفعل أو عفوا أنزل الجملة نفس ما هي أو الفعل اللي ناطيني إياه وأحط very well. مثلا she cannot sing هي ما تقدر تغني. she cannot نزل الجملة الأولى نفس، أنا حكيت بك جملة حتى ما تنسي، أولى نفس ما هي she cannot قول sing، بس شو أضيف لها؟ هي ما تقدر تغني كلش زين very well. ليش؟ يعني أنا عم أقول هي ما تعرف تغني، هي ما تعرف تغني كلش زين، هي تعرف تغني يعني مو كلش. أوكي تمام. إذا إذا كانت بكانت أنزل الجملة الأولى كلها، يعني هو قال لي she cannot sing أقول له she cannot sing very well. she cannot play she cannot play very well. she cannot eat she cannot eat very well. شلي very well. إذا إيش عندي؟ إذا كانت بكانت كانت بكانت very well. آخر حالة إذا لقيت عندك بالجملة الأولى cannot وبالثانية is أو isn't، طبعا إذا لقيتها is لازم تنفيلي إياها تسوي isn't، وإذا isn't هي already isn't. زين شو راح أسوي؟ راح أحط very good at اسم، أي اسم هو يعطيك إياه، وإذا ما نطاك اسم حلل الفعل اللي هو يعطيك إياه ing. مثلا he cannot sing هو ما يقدر يغني، he isn't كملي إياها، شو راح أقول له؟ he isn't very good at singing. يعني اللي ينطيك إياه أنا أي فعل خلي له ing حتى يصير شنو؟ حتى يصير اسم. زين إذا لقيت she cannot مثلا بعرف مثلا she cannot play football حلو؟ بالجملة الثانية قايل لي she isn't فراغ، من أباوع أقول هي قالت لي إذا كان not isn't نسوي التالي ننزل very good at، لا تقول playing تخلي play ing، لا تقول football للسهولة foot لأن هي أصلا اسم، أصير she isn't very good at football أو she isn't very good at playing أنت براحتك، بس المهم ورا ال very good at لازم اسم. نرجع من البداية بصورة سريعة، إذا كان عندي بالجملة الأولى is وبالجملة الثانية is شو أخلي؟ a bit. إذا is و isn't very زائد صفة معاكسة لازم تكون حاضرين الصفات. إذا كان عندك صفة أيضا بها is و isn't بس موجودة الباد لا تعاملها معاملة الحالة الثانية، يعني she is bad at English she isn't أنا من يمي أقول isn't very وصفة معاكسة للباد هي دائما good. ثلاثة إذا كانت can't تخلي الجملة الأولى كاملة، يعني هو قال لك she cannot sing she cannot هم قل له sing و very well. الحالة الأخيرة إذا عندك can't ب isn't وإذا لقيتها is هم سويها isn't وخلي لي very good at. إذا كان عندك فعل خلي له ing، وإذا كان عندك اسم مثلا football tennis بعد أحسن مباشرة نزله وتنفض الموضوع. الموضوع هذا شو اسمه؟ اسمه polite description. أوكي أو مرات يقول لك more make the sentence more polite، خلي هاي الجملة أكثر أدبا أو polite description حسب هو شو ينطيك هذا لو هذا. أنا أكون ختمت اليونت الأول للصف الثالث، انتظروني بحلقتين باليونت الثاني واليونت الثالث. باي باي.